ازيكم؟ عاملين ايه؟ انا عايز اقول لكم على سر، انا بقالي فتره كبيره في بيني وبين الويفر قصه حب فظيعه. بحب الويفر جدا الفتره دي، ودايما بحب اجرب الانواع الجديده اللي بتنزل، لدرجه ان انا فكرت ان انا اجيب كل الانواع واعمل حلقه معاكم هنا ونسميها احسن ويفر في مصر. بس في النهارده معانا ويفر مختلف، ويفر جديد، ويفر انا متعشم فيه خير بصراحه. يعني انا حاسس ان هو هينصفني وهيقول لي لا في ويفر حلو في مصر. الويفر ده من شركه توركو. لو فاكرين شركه توركو دي اللي كنا جربنا البسكوتات بتاعتهم اللي بالشوكولاته، كانت كلها احسن من بعضها ومنتجاتهم كلها حلوه بصراحه. المهم ان هم منزلين اربع انواع ويفر، لسه نازلين السوق قريب. اربع انواع، في برتقال وجوز هند وبندق وشوكولاته. المهم ان الاربع انواع لزاز، يعني فيهم تركات كلهم، فاحنا عايزين نبدا فيهم واحد واحد ونشوف بقى تركو هل هتعجبنا في الويفر زي ما عجبتنا في البسكوت قبل كده ولا لا. فمش هنتكلم كتير بقى ويلا بينا نبدا. اول نوع هنبدا بيه من ويفر تركو هو اللي بالشوكولاته، كاتبين ويفر بالكاكاو بكريمه الشوكولاته المره دارك شوكليت. يعني ده شكله كده، الباكجينج لطيف وراجوه شكلها حلو. فهنفتح كده بقى ونشوف البسكوت من جوه. طيب هو ده شكل الويفر كده من جوه زي ما انتم شايفين. هو مبدئيا كده الواضح عليه ان طبقات الويفر خفيفة خالص، وان حشو الشوكولاتة جوه هو اللي اكتر من الويفر او اكبر من الويفر. شكلها لذيذ، يعني ريحتها عادية، شوكولاتة ما فيهاش حاجة مميزة قوي. هندقها كده ونقول بسم الله. طيب بصوا، هو اول نوع معانا هنا من تركو اللي هو الويفر اللي بالشوكولاته. الويفر هنا بتاع البسكوت خفيف جدا، حشو الشوكولاته زي ما قلت كتير وباين كده، وانت بتاكل بتحس بالشوكولاته. والمميز هنا بقى ان طعم الشوكولاته جديد، حاسس ان انا اول مره ادوق، بس هو طعمه حلو، طعم جديد وحلو. بشكل عام برضو الويفر لذيذ خفيف، طعم الشوكولاته فيه حلو، الحشو فيه كتير، لطيف جدا. ولو ادينا له تقييم هنديله 9 من 10، وهنسيبه ونخش في النوع اللي بعده. وتاني نوع ويفر معانا من تركو هو اللي بالبندق او بكريمه البندق. ده شكله كده، كاتبين ويفر بالكريمه بالبندق، شكله لطيف برضو. نفتحه كده ونبص عليه. الويفر هنا في الحشو بتاعه في طبقتين، في طبقه شوكولاته وفي طبقه تانيه غالبا دي كريمه البندق. يعني هما مش حاطين الشوكولاته بالبندق، لا هي في طبقه شوكولاته وطبقه كريمه بندق زي ما انتم شايفين كده. لو واخدين بالكم الشوكولاته تحت وكريمه البندق فوق، والويفر بالفانيليا عادي زي ما انتم شايفين. فهندوق بقى ونبطل كلام، بسم الله. طيب بصوا، هو الويفر هنا اختلافه عن الويفر اللي قبله اللي بالشوكولاته ان هنا الويفر مقرمش شويه، بلس ان هنا في طعم كراميل عشان طلع فيه برده كريمه كراميل فيه. يعني هو غالبا طبقه كريمه بندق وطبقه كريمه كراميل، فالطعمين مع بعض عاملين ميكس، بس تحسوا ان الكراميل هو اللي طاغي نسبيا، هو اللي ظاهر اكتر. بس برده بشكل ما البسكوت طعمه حلو وطعمه جديد، وانت بتاكله كده بتحس ان في طعم زبده، في طعم حاجه حلوه. فالبسكوت برده مكوناته سواء كريمه البندق وكريمه الكراميل مع الويفر مع الشوكولاته، تكوينه بشكل ما عامله ميكس طعمه حلو وميكس طعمه جديد. فلو ادينا الويفر ده من تركو تقييم هنديله برده 9 من 10، وهنسيبه ونخش في النوع اللي بعده. وتالت نوع معانا من ويفر تركو وهو اللي بكريمه جوز الهند، وده اكتر واحد انا متحمس له بصراحه. ده شكله كده، عشان الواحد محتاج شويه جوز هند في حياته بصراحه. هو مكتوب ويفر بالكاكاو بكريمه جوز الهند، اوكي شكله برده لطيف وجديد، مفيش ويفر في مصر غالبا بكريمه جوز الهند خالص، فده مميز. هنفتحه كده ونبص عليه. طيب هو ده شكله كده زي ما انتم شايفين، الويفر بالكاكاو ومحشي جوه كريمه البيضه بتاعت جوز الهند، فشكله لطيف برده، ريحته فيها جوز هند، ريحته لطيفه، فمقاس الطعم. هندوق كده ونقول بسم الله. انا بحب قوي لما الشركه اللي بتعمل اي منتج ايا كان، سواء منتج كبير او سواء منتج بسيط، انها تدي المنتج حقه، تدي له حقه في كل تفصيله، كل حاجه مظبوطه. وده اللي حصل هنا بصراحه، من اول الويفر الهش الخفيف اللي بطعم الكاكاو لحد كريمه جوز الهند اللي طعمها حلو جدا. كريمه جوز الهند هنا تفوز، طعمها ممتاز زي ما قلت، عامله ميكس حلو جدا مع الويفر بتاع الكاكاو. ده طعم جديد، ده طعم حلو، ده طعم مميز. لو ادينا تقييم هنديله 9.5 من 10، وهنسيبه ونخش في اخر نوع معانا، يلا بينا. ورابع نوع ويفر معانا من تركو هو اللي بالبرتقال. ده شكله كده، ده برضه بصراحه انا متحمس له شويه. طعم البرتقال جديد، هو كان في منه في الويفر معمول، بس انا متحمس لبتاع تركو ده بالذات، حاسه هيبقى مميز. وبعدين هما كاتبين ويفر بالكاكاو بكريمه الشوكولاته المره وكريمه البرتقال، يعني في شوكولاته مع برتقال، فالميكس ده جديد جدا. فهنشوف كده ميكس الشوكولاته مع البرتقال عاملين ازاي تركو، ونفتح ونبص. بصوا هو زي ما انتم شايفين برضه نفس الكلام، في طبقه شوكولاته وطبقه برتقال، كريمه برتقال يعني، فشكله لطيف، في ريحه برتقال خفيفه ظاهره فيه. فهندوق كده الطعم بقى ونقول بسم الله.
واو. طعم البرتقال هنا في الويفر ده اول ما بتحط البسكوته وتقطمها في بقك كده تحس البرتقال بينور في دماغك. طعم البرتقال واضح جدا. الويفر زي ما قلت هش برده خفيف، بس التركايه كلها في طعم البرتقال. اول ما بتاكل طعم البرتقال بيضرب في بقك جامد، بس وانت بتبلع كده بيبدا يظهر احساس الشوكولاته، وفي لحظه كده بتحس بتناقض اللي جاب البرتقال مع الشوكولاته، بس في الاخر الطعم حلو والطعم لذيذ ويتحب ومميز جدا برده. يعني فكره ان الشوكولاته مع البرتقال جامده جدا، فميكس لطيف وجديد منهم بصراحة. وعموما لو ادينا تقييم للويفر اللي بالبرتقال ده من تركو هنديله برضه 9/10. فبصراحة كوليكشن ويفر محترم، سواء اللي بالبرتقال، سواء اللي بجوز الهند، سواء اللي بالبندق، سواء اللي بالشوكولاتة، كلهم حلوين، كلهم مقدمين حاجة جديدة وطعم حلو وبسعر بسيط، الواحد بخمسة جنيه بس. وده كان رأيي فيهم، عرفوني انتوا كده رأيكم في الكومنت. هل جربتوا الويفر بتاع تركو ده قبل كده ولا لأ؟ ولو جربتوه عرفوني آرائكم وعرفوني ايه أكتر طعم حبيتوه فيهم. وبس كده، دي كانت كل حاجة معانا النهاردة، حلقة كده خفيفة ويفر. أتمنى تكون عجبتكم، ولو عجبتكم بقى لايك شير سبسكرايب، واشوفكم على خير في الحلقات الجاية. وكان معكم اسلام، وسلام.